مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم لفقرة فزعة في حلقتنا اليوم. واليوم معنا مواطنة من داخل مدينة بنغازي، عندها مشكلة ان عندها ورم وتبي الوقفة اليوم منكم لعلاجها. علاجها حيكون في جمهورية مصر العربية، معاش قادرة على حق علاج ولا حق اي شيء. تبي اليوم منكم الفزعة، نسمع منها مع بعضنا قصتها اليوم، ونتمنى من الله عز وجل ان يجزلنا ناس تفزع لحالة اليوم. حويجة، بديتها اول حاجة اقول لك الف لباس علي. ركبت سباتي. ايوه، احكي لنا انت شنو عندك. باتي عندي نال ورم، وانا بيدي ماني لاقيه حتى حق دواي، ولاني لاقيه حتى الصوره اللي طلبتها الدكتوره ماني لاقيه حقها. يعلم الله بظروفي، يعلم الله بظروفي. كيف بدتي في العلاج؟ احكي لي. لي واجد يا باتي، لا بدي، لا عندي ناخذ في الدواء الكيماوي هذا، دواء الاورام، لاني لقيتها تكتب لي هالدكتوره مسكينه، وتكتب في التقارير تقول لي خليها الناس يفزعوا لك في بنغازي هنا. انا بدي ما لقيت حد يفزع لي يعني عليها التقرير هذا، والدواء ماني لقيتها. تحليل خذاني السليم هذا هم اللي حلولي، حتى حق تحليلي ماني لقيتها. يعلم الله بظروفي يعني بصراحه. وانتي بديتي في العلاج هذا من امتى؟ لي واجد يا باتي قريب 4 سنين، وانا بدي نتعانى انا وياه المستشفى وهالدكتوره مسكينه قاعده معي، الدكتوره ريحب شمش اللي تعانى معي حق، مش مقصره بنيتي، تكتب في التقارير ودزت لي على الكيماوي ندير فيه لي، لكن عندي صوره عندي الدواء ماني لقيته، والتحليل خذاني الوليد هذا حتى هو كل يوم 3 نحل ديري لي، كل اسبوع نحل. بارك الله فيك. والناس الخيره ما زال قاعده غيبها الوليد كلا تعين السليم هضم الله، لا غيبه هالدكتور عياده السليم صراحه. هي كده الدكتور ريحاب شنبش، ان شاء الله ميزان حسناتها. تو الدكتور ريحاب شنو قالت لك؟ شنو صنفت لك حالتك؟ هل قالت لي عندك الورم وضرب العظم، يعني جراحه ما نقدر، لكن يا خالتي هو احسن حاجه عندي الصوره هذه لك مسح الذري هذه برا، ولازم تعالج يعني. وين برا؟ مصر. قالت لي شاور مصر الجهاز هذا مطلوب، وانا ظروفي تعبه يا وليدي، ولا نلقى هنا معاش مساعدات، ولا 400 ما يديرن شيء ولا غالب. طبعا هو التقرير الطبي اللي موجود قدامي مكتوب ان المريضه المذكوره عليها تعاني من ورم، وقد انتشر في العظم، وقد تلقت علاج كيماوي وعلاج هرموني، وهي حاليا تعاني من رجوع المرض بالعظم، وستبدا علاجها كيماوي. انت تو حاليا يعني الف لباس عليك، حتبدا علاجك في الكيماوي. تمام. صورتك هذه المطلوبه المسح الذري هذه وين موجوده؟ قالت لك في مصر. قالت في مصر الدكتور. يعني في مصر في حد معين حتمشي له غالي، ولا حتمشي انت تكزي؟ ما نعرف حتى والي مغري، قالت لي مسكينه، قالت لي يعني ناس بنغازي خيره وناس فزعه وما يش يقصروا معك. والله يا استاذ محمد، قالت لي عدي للإذاعة، راني عديت حتى للإذاعة، قالت لي عدي للإذاعة ودوي لهم بظروفك يا خالتي اللي قاعدة فين أنت. أنا عطيت حتى الأستاذ محمد هذا شو اسمه، وصلت له هذا، هذا حتى ملف قال لي تو ندوي عليك في البيضة وما ردش علي، لكن قالت لي لا بالعكس في إذاعات وعندك الحدث. أنا قلت لها والله ما في كيف الحدث، الحدث كويسة صراحة. إن شاء الله ربي يوصل صوتك اليوم ونلقى من يفزع لك، هذا واجبنا. نحن هنا ايضا في تقرير واحد اخر، هذا تقرير لولي كان يوم 13/12. هنا كتبت لك وهي بحاجه لاجراء صوره ذريه للجسم غير متوفره حاليا بمركز بنغازي الطبي. يعني ما فيش هنا عندنا في بنغازي الصوره، غير متوفره في ليبيا. قالت لي لازم برا بمصر، لكن الله غالب الظروف ما نسمحش، يعني ما عنديش حقها يعني، ولاني عندي حتى قصر حتى حق الدواء، انا مش حتى على الصوره، حتى الدواء والصوره من اللي ماني لقيتها، حتى دواي ماني لقيتها حقها. يعني احنا اليوم اللي الصوت اللي نبوه يوصل للناس، ونبو الفازع اليوم بان الحويجه تعاني من ورم، وان شاء الله الف لباس عليك اول حاجه. واليوم المطلوب ان الناس يفزعوا لها، بان احنا نلقوا كيف نسفروها لمصر تدير صوره الصوره الذريه. هي موجوده طبعا، كل تقريرها موجوده معانا، غالبه على حق العلاج، غالبه على حق الدواء، غالبه على حق حتى المعيشه. يعني الناس الفزاعه، وانا عندي ثقه في ان بنغازي وليبيا عامه عندنا الناس تفزع، نفزع، في ناس فزاعه بجديات، وعندي امل فيكم كبير والامل في الله اكبر. اليوم ان شاء الله صوتك يوصل لحويجه، وان شاء الله حنلقوا من يفزع لك اليوم، ونلقوا من يمد لك يد العون،
ومع الله صعيب يعني، الواحد يخليه على الله واللي فيها خير الرب حديث. فتوصلي رسالتك الأخيرة اليوم لكل من شاهد فينا اليوم في برنامج. سلامك يا باتي، إن شاء الله نبدي نتمنى كل واحد يصبي لي في هالظروف التعبة، ونبدي حالتي تعبة يعلم الله بيا، ونبدي يعلم الله كيف نبدي نعاني يعني، كيف نعاني بس من ظروفي تعبة للغاية يعني، ما عنديش حتى نعدي لها المصرف. يقول لي الوليد والله يا خالتي الوحيدة أنت اللي معاشك ما ينزل، أنا حتى مساعدتنا خفين لكن معاشي يطول وما ينزل فيها المصرف يعني، حتى تعين المصرف هذوما مساكين يعني تاسفين علي يعني، قالوا لي خالتي والله وجعنا حيلك بصراحة، ما فيش دولة تصبي، ما فيش حيل وضع يصبولك حد يعني حلتك كويسة صبي لك هالدولة. قلت لهم أنا ما عنديش إلا هالإذاعة، الوليد هذا قلت له اللي في مصر، قلت له ما عنديش إلا الإذاعة والله الوليد اللي نحك في ديما محمد شركس واللي مصبي في بنغازي، من عنا ما يغيب الوليد، إن عنك ما تغيب نقنك ديما فزاح فيها بنغازي، أنت ديما مصبي مع راقد الريح، ديما مصبي مع اللي مستحق، الله يساعدك دنيا واخره يا وليدي، الله يساعد يساعدك ويساعد الناس اللي مصبيه. اي والله تسمي هذا واجبنا، وان شاء الله ربي يسلم وليدك، سلمك يا سلم وليدك، راني نبيدي افرحت لك، يعلم الله وزغرتت حتى عليها الوليد، يعلم الله انك قليت علي يا وليدي، مبروك عليك وليدك اللي جاك، ربي يبارك لي فيك يا رب، ان شاء الله بسلامتك، جاك كله سلمه لك يا باتي، سلمك يا باتي. اي والله ان شاء الله طويل عمر يا باتي، ان شاء الله يا عمتي صوتك يوصل اليوم، وربي يدوم عليك الصحه والعافيه، سلمك. مشاهدينا الكرام، رقم الحساب موجود معنا ورقم الهاتف موجود، فانا نبي منكم الفاز على اليوم الجادة والسريعة على هالحويجة، فانت سمعت يعني غالبة لحق العلاج، وغالبة لحق الدواء، وغالبة لحق الصورة، وكلنا مضبوطين بعصا واحدة، وكلنا احنا تو حاليا وصلنا لمواصيل كلنا نعانوا، نحن ما رجوش لف مسؤول الرجل في الدولة، الدولة ربي يلطف بحالها، والمسؤول ربي إن شاء الله يهديه وينظر للمواطن، نحن نضرب الناس الخير، الناس اللي عندها، رجال الأعمال، الناس الفزاعة اللي بين اللي نحسوا بوجع بعضنا، وراه ما يحس بالنار إلا لوطيها. فأنا اليوم عندي أمل فيكم والأمل في الله أكبر، وعرفكم مش حتقصروا كيف ما فزعتوا في حلقات اللي فاتن، بإذن الله تعالى حنرجع للحلقة الجاية نقول إحنا لقينا من يفزع للحاجة وبيش تعالج ويتم. فنرجى أن يكون في تواصل بيني وبينكم، وإن شاء الله تعالى أجركم حاصل.